طبعا هناك عجز كبير بالموازنة العامة للدولة، نتيجة طبعا الحرب بسوريا، نتيجة الانكماش الاقتصادي. للأسف الموازنة العامة لديها مشكلة طبعا سنوية، هي موضوع التمويل بالعجز. دائما تقع الحكومة السورية بموضوع الإيرادات، إيرادات الخزينة العامة. عادة يتم تأمين إيرادات الخزينة في سوريا اما طبعا موازنه من ايرادات الخزينه، او يتم تامينها من التمويل بالعجز، وهو الاقتراض من البنك المركزي، او كما لجأت الحكومه في السنوات الاخيره الى الاقتراض من المصارف الخاصه عبر طرح سندات الخزينه. دائما يتم تقليص بند الدعم، طبعا بند الدعم بالليره السوريه تجاوز ال 50 مليار وهو رقم ضئيل، ونحن شاهدنا بالامس تماما بسوريا تم رفع الدعم على أسطوانة الغاز المنزلي وسيتم بيعها طبعا بالسوق الحر، وتم استثناء 600 ألف أسرة سورية من الدعم طبعا عبر البطاقة الذكية التي يتم العمل بها بسوريا. إضافة إلى رفع كم أيضا سعر ربطة الخبز ل 1300 ليرة لعديد من الأسر، تقريبا 60% من الأسر التي كانت تتلقى الدعم ايضا تم رفع الدعم. هذا الموضوع نتيجه ضعف ايرادات الموازنه، واهمها الايرادات النفطيه. طيب دعنا نتحدث اليوم ايضا عن البنك المركزي وسياسته في ظل اتجاه البنوك المركزيه العالميه لمحاربه التضخم، سواء كان تضخم هيكلي مستورد او تضخم ربما سيخضع الكثير من الاسعار الى يعني مساءله، كيف يمكن معالجه هذا الامر؟ هل تتوقع للمركز السوري أن يتخذ أي خطوات تجاه أسعار الفائدة؟ وما هي مستوياتها الحالية على الإقراض والإيداع؟ تماما، المستويات الحالية لأسعار الفائدة تتراوح بين على الإيداع طبعا من 7 لغاية 10% تقريبا، وفي بعض الحالات 11% على الودائع طبعا المجمدة لأجل نوعا ما طويل. لكن بالنسبة للإقراض يتراوح بين 10% ل 13%. طبعا الإقراض لدى المصارف السورية الآن هو بحذر أو نطاق محدود نتيجة الظروف أيضا القائمة، يعني لا يمكن بظل عقوبات قيصر، أيضا في ظل التخبط سعر الليرة السورية أساسا سعر الصرف، أن يتم الإقراض طبعا على نطاق واسع، لأن المصارف خلال هذه السنوات حققت أرباح، لم تخسر المصارف السورية، لكن هذه الأرباح نتيجة إعادة تقييم القطع البنيوي وهو نسبة الدولار والودائع من الدولار الموجودة لدى البنوك. على أساس تغير سعر الدولار يتم تقييمها في كل عام، فلذلك أن المصارف دائما تظهر على أنها رابحة، لكن المصرف المركزي يقوم بشكل تدريجي طبعا بشكل نصف سنوي أو حتى بشكل سنوي برفع سعر الفائدة للمحافظة على الودائع، هو بحاجة إلى الودائع وخصوصا من القطع الأجنبي، لذلك يقوم برفع أسعار الفائدة. طبعا يعني المشكلة ليست لدى المصرف المركزي السوري، لدى كافة البنوك المصرفية البنوك المركزية في المنطقة. صحيح. بسبب أن أسعار التضخم عالميا ترتفع. أسعار التضخم أيضا بسوريا ترتفع على أساسين، أساس التضخم العالمي وعلى أساس تدهور سعر صرف الليرة السورية. صحيح أستاذ سمير، دعنا نتحدث يعني الحكومة من المفترض أن تتحمل 7% من أسعار الفائدة المخصصة من قبل والمحددة من قبل البنوك. يعني دعنا نتحدث عن قدرة النظام المصرفي في سوريا على تحمل الديون المتعثرة. تماما، بالنسبة لبند الديون المتعثرة في سوريا بالتحديد، في سوريا المصارف حاولت يعني إخفاء حجم أو مدى قدرتها على تحمل الديون المتعثرة نتيجة طبعا الحرب، نتيجة المركز المالي أو مركز النقدي لأغلب المصارف. الديون المتعثرة طبعا خلال سنوات الحرب قدرت يعني أرقام تتحدث عن 30 مليار ليرة سورية، وأرقام تحدثت يعني عن 73 مليار ليرة سورية. طبعا بالدولار تقريبا ما يوازي تقريبا من بين 600 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار. طبعا هذا الرقم ليس دقيق، والمصارف التي أعلنت في سوريا طبعا هناك 14 مصرف خاص وهناك تقريبا 8 مصارف حكومية. المصارف الحكومية فقط هي التي أعلنت عن القروض المتعثرة،
يعني بشكل رسمي. وقد تحركت وزارة المالية طبعا بإلقاء قرارات الحجز الاحتياطي على العديد من رجال الأعمال نتيجة تعثر أو تأخر تسديد القروض. نعم، ولكن هذا أمر آخر. نتحدث عن القطع الأجنبي أو الاحتياطي من النقد الأجنبي ومدى متانة الاقتصاد اليوم بتوفر هذا يعني هذه الأسعار المفضلة من أجل تشجيع أيضا إيداع النقد الأجنبي في البنك المركزي. تماما. بالنسبة للاحتياطي النقدي بسوريا طبعا كان بالعام 2012 هو تقريبا 18 مليار دولار. تم استهلاك هذا المبلغ نتيجة أولويات النظام في الاستيراد وأولويات النظام في الإنفاق أيضا. طبعا الآن يقدر الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وهي تقديرات وليست أرقام رسمية، بحوالي تقريبا 700 مليون دولار، وهو طبعا رقم ضئيل قياسا ب 18 مليار دولار كانت موجودة بالبنك المركزي في العام 2012. إلا أن البنك المركزي يحاول قدر الإمكان بالحصول على الدولار عبر فرض العديد من الإجراءات، أهم الإجراءات رفع سعر الفائدة كما ذكرنا، إضافة إلى إصدار قوانين مثلا رفع بدل الخدمة الزامية العسكرية، إضافة إلى تحصيل رسوم بالسفارات بالدولار، وبعض رسم الدخول أيضا ب 100 دولار عند دخول المغترب أو خروجه. بالنهاية المصرف المركزي يحاول على إبقاء سعر الدولار قريب من سعر سوق السوداء، يعني اليوم نتحدث عن سعر 2500 بالنسبة للبنك المركزي للدولار مقابل الليرة، والسعر السوق السوداء 3500 ليرة. ليس المبلغ متباعد، لكن المصرف المركزي خلال هذه السنوات يعني هو لا يركز على السياسات النقدية أو المصرفية بشكل عام بقدر ما يركز على سياسات إبقاء الليرة السورية يعني صامدة أمام الدولار. لم ينجح كثيرا لحد العام 2019، لان شاهدنا انهيارات كبيره بسعر الليره السوريه امام الدولار، يعني كانت بحوالي 500 الان ب 3500 بالسوق السوداء. هذا الامر يترتب على البنك المركزي صحيح. مسؤوليات. تفضل. نعم، لا يزيد فضلك، يعني انتهى الوقت المخصص لهذه الفقرة ووصلت افكارك. شكرا جزيلا لك من مدينة ديجون الفرنسية الاستاذ سمير الطويل الكاتب الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.